السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي لي غوسيت دو كاميليا. اليوم غادي نحضر معكم وصفة جديدة، سفة مدفونة بالدجاج أو لا الشعرية الرقيقة بالدجاج. تجي الوصفة لذيذة بزاف، شهية، يمكن لكم تحضروها في المناسبات. ونخليكم مع الوصفة ومع المكونات ديالها. لتحضير السفة المدفونة هاي تخصنا واحد نص كيلو ديال الشعرية اللي تكون رقيقة بزاف. هنستعملو زيت المائدة وزيت الزيتون. هانتوما تتشوفو الشعرية رقيقة بحال هكا. هاي تخصنا طر ديال الدجاج، انا تنحيد ليه الجلدة ديالو، لكم تخليوه بجلدتو بطبيعة الحال مغسول مزيان بالملحة والحامض او الخل. هاي تخصنا جوج بصلات كبار اللي قطعنا بحال هكا على طريفات صغار، واحد 100 غرام ديال اللوز اللي سلقت وحيدت له الجلفه وهادي نقليه، جوج معلقات كبار ديال القزبر ومعدنوس. هي من الاحسن الا عندكم قزبر ومعدنوس طري تتربطوه وديروه في لاصوص. هاي نحتاج معلقه صغيره ديال السمن الحار، ويدات ديال القرفه، بومه ديال الزعفران، وغادي نحتاج حتى زعفران حور الى عندكم، فصوص ديال الثوم على حسب الذوق، واحد 100 غرام ديال الزبيب، وهادي نحتاج سكينجبير، ابزار، كركم وملح. في الطنجره ديال الضغط ديالنا غادي نديروا واحد 3 المعالق ديال زيت الزيتون، غادي نضيف فوق منهم الدجاج بحال هكا، ثم غادي نضيف البصل ديالي، غادي نضيف الدويمه ديال الزعفران، عوده ديال القرفه، حكيت هذيك الثومه ديالتي بحال هكا، معلقه صغيره ديال السمن الحار، قزبر ومعدنوس، وغادي نضيف معلقه ديال الخرقوم، جوج معالق ديال سكينجبير، الدجاج تيبغي سكينجبير، معلقه صغيره ديال الملح، ومعلقه ديال الابزار. غادي نحركو جميع هاد المكونات بحال هكا، غنقليو الدجاج ديالنا، غادي نزيد الزعفران الحر، وغادي نسجدو الماء، غنخليو الدجاج ديالنا يطيب غير في هداك الماء ديال البصلة اللي غادي تطلق، ونحركوه مرة مرة. دابا غادي ندوز للتحضير ديال الشعرية ديالتي. غادي ندير واحد جوج معلقات كبار ديال زيت المائدة، ونبسس بها هاديك الشعرية بحال هكا، ثم غادي نوضعها في الكسكاس ونخليها تفور بحال هكا. نشوفو برا الكسكاس ديالنا قفلناه مزيان، ونخليوها تفور غير تطلع بحال هكا البخار، تنحسبو واحد ربع ساعة هلي نزولوها من فوق النار. صافي، هاني حيدت الشعرية ديالتي من فوق العافية. من بعد هادي نفزقها بشويه ديال الماء بارد بحال هكا، نديرو غير شويه ديال الماء ماشي بزاف، تتولي شويه بيضه، ومن بعد هادي نعصروها ونسقطروها، نديروها في الكسكاس ونقليوها تسقطر. بحال هكا نحاول نحطها معزوله بحال هكا، ما تكونش تتلصق، واصلا تندرو لها هاديك الزيت المائده باش ما تتلصقش لينا. صافي، من بعدها تتقطر مزيان، تنوضعوها عاوتاني فوق من الكسكاس ونخليوها تفور واحد، لا تطلع الفوره، خليوها واحد ربع ساعه باش تطيب لينا مزيان. صافي، من بعد هادي نعاوتاني نحطوها في قصريه او لابلا، ونحاولوا نحلوها بحال هكا محدها باقا سخونه. هانتوما تتشوفوا معزوله. من بعد غادي نزيد فوق منها هاد النوبه ما يكون غليان بحال هكا، شويه ديال الماء، نحركوها ونعاودو نعصروها ونديروها في الكسكاس تقطر باش ما يبقاش فيها البقيه ديال الماء. الا خلينا فيها الماء هي اللي غادي تعصد لينا وتلصق لينا بحال هكا. صافي، هاد تسقطر مزيان، تنعاود نوضعوها فوق من القدره ديالتنا ونخليوها تفور. دابا غادي ندوزو اللوز ديالنا، غادي نقليو، هنقليو في الزيت تكون بارده بحال هكا، نديرو في مقله
زيت شويه ديال الزيت تكون بارده، وهذه نوضعوا على نار تكون خفيفه بحال هكا. اللوز ديالنا نكون نحركوا فيه تيشد لينا اللون يكون ذهب بحال هكا. هر تيبرد تنطحنوه. ها السفه ديالتنا حيدها فوق من العافيه، غادي نحلوها بحال هكا. ثم غادي نضيف فوق منها واحد معلقه كبيره ديال الزبده بلديه ومعلقه ديال الملح، نخلطها. غادي نضيف فوق منها واحد جوج معالق كبار ديال ماء الزهر وواحد 3-4 معالق ديال الحليب. من بعد غادي ندوزو للزبيب ديالنا اللي فزقنا بشويه ديال الماء، غادي نوضعوه يفور نغطيو عليه حتى يتنفخ. صافي تنزيدو فوق من الشعريه ونحركوهم نمججو هاد العناصر بجوج بحال هكا. ثم غادي نعاودو نحطو السفه ديالنا سخن حتى تطلع الفوره بحال هكا، تنزولوها من فوق العافيه. وغادي نبداو نزوقو في الطبق ديالنا. غادي نحتاجو لوز اللي بحال هكا هرمشت، شويه ديال القرفه، سكر كلاصي، هنايا عندي شويه ديال المشمش اللي عسلت وغادي نعمرو بشويه ديال اللوز مقلي اللي خليت من هذيك 100 غرام، وشويه ديال القرقع هادو عاوتاني كاضافه. صافي تنقسم السفه ديالتي على جوج. غادي نحط فوق منها الدجاج ما تنزيدوش فيه الماء تيطيب غير في هذيك الماء اللي تتلق البصله ديالتنا، تجي لاصوص خاطره وما تجيش لاصوص كثيره بحال هكا. غادي نديرو شويه ديال هذيك المريقه اللي كتكون خاطره لينا بحال هكا. غادي نضيف واحد معلقه ديال السكر كلاصي من الفوق بحال هكا، شويه ديال اللوز المهرمش، وغادي نغطي الدجاج ديالي بالسفه اللي بقات لينا. من بعد تنزوقو، انا درت شويه ديال المشمش في الوسط ودرت اللوز ديالي اللي طحنت، تنزوقو بشويه ديال القرفه وشويه ديال السكر كلاصي وزدت شويه ديال القرقع. صافي هاد الطبق ديالنا تتشوفوا فيه تيجي رائع في المنظر ولذيذ بزاف، سهل في التحضير. نتمنى تحضروا الوصفه ونقول لكم الى وصفه مقبله ان شاء الله. ما تنساوش تدعموني وتشجعوني بلي لايك لي بارطاج ولي زابونمون ديالكم ولي كومونتير وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. نقول لكم الى اللقاء.